الآن ننتقل إلى صحيفة الصيحة، وفيها تصريح للسيد صلاح غوش يقول: نحتاج لمشروع فكري جديد يستوعب المتغيرات. قال مدير جهاز الأمن والمخابرات السابق الفريق أول صلاح غوش إن انتقال السودان من محور الشر إلى محور الرياض تغير حقيقي كبير، وضع البلاد في مفترق طرق وتحول جديد، وأتاح لها فرصة كبيرة جدا للانطلاق، وفي وقت وصف فيه الصراع في المنطقة بأنه صراع لإقامة مشاريع سياسية تتلبس المذهبية. وقال غوش في خطاب له بمقاشي في محليات مروي: نحن أنجزنا لأحدها ولكننا نحتاج أيضا لدراسة هذا الانحياز، أو انحزنا لأحدها ولكننا نحتاج أيضا لدراسة هذا الانحياز، هل هو الكرت الرابح وما هو الكرت الرابح الذي يجب أن نتمسك به. وقال إن رفع العقوبات الأمريكية عن البلاد لم يكن نتيجة تراكمات تاريخية، ولكنه حدث لمتغيرات في الغرب والإقليم والبلاد، وأشار إلى أنها فرصة كبيرة لكتابة تاريخ جديد للبلاد، وزاد: إن لم نحسن الإعداد لهذه الفرصة ستضيع من بين أيدينا. نعم، هناك مطلوبات أمريكية في 5 محاور لمدة 180 يوما، ولكن ما هي مطلوباتنا وما هي الفكرة التي سنبني عليها مشروعنا؟ ودعا غوش لتصميم رسالة جديدة ومشروع جديد يستجيب للمتغيرات الدولية، لأن المطلوبات العالمية تتطلب منا مشروعا جديدا للتعامل المفتوح مع العالم الغربي. في رأيك سيد عبد الرحمن، هل فعلا بحاجة نحن إلى تصميم مشروع جديد لاستيعاب المتغيرات الإقليمية والعالمية؟ أخي حسام، عالم اليوم عالم منفتح، ويصح تماما أن نقول أن العالم اليوم أصبح جلوبال فيليج، قرية عالمية، ومن ثم السماوات باتت مفتوحة. طبعا الفضائيات والإعلام الجديد جعل الناس يتواصلوا مع بعضهم البعض. طبعا العالم كله الآن يتوجه أخي حسام نحو الديمقراطية، نحو تداول السلم الديمقراطي، نحو احترام حقوق الإنسان، نحو الاقتصاد الحر، نحو الليبرالية الجديدة. هذا هو المنهج، منهج الليبرالي الحر، الذي ينبغي، هو الذي يفتح لنا الطريق إلى العالم الآخر وإلى العالم الحر. عندما يتحدث الفريق صلاح غوش عن أن المطلوبات الأمريكية 5، فما هي مطلوباتنا نحن؟ طبعا للأسف أن المطلوبات الأمريكية هي مطلوبات لنا داخلية. عندما نتحدث نحن عن التحول الديمقراطي فهو مطلب داخلي لنا، عندما نتحول عن تداول سلمي للسلطة فهو مطلب داخلي لنا، عندما نتحدث عن احترام الحريات فهو مطلب داخلي لنا، عندما نتحدث عن المحافظة على حقوق الإنسان فهو مطلب داخلي لنا، عندما نتحدث عن محاربة الإرهاب فنحن نحمي أنفسنا قبل أن نحمي الآخرين، عندما نتحدث عن وقف الهجرة غير الشرعية فكذلك نحن نحمي حدودنا، وعندما نتحدث عن محاربة الاجار بالبشر فكذلك نحن نحمي أنفسنا. عندما نتحدث عن كل هذا، عندما نتحدث عن أن نقطع الصلة أو أن لا تكون لنا صلة مع أي شرب، فهذا من مصلحتنا. عندما نتحدث عن يكون هناك استقرار في جنوب السودان وتأمينه تأمين لنا، فمطلوبات الأمريكية هي بالأصل مطلوبات داخلية لنا. نفس المطلوبات الأمريكية هي مطلوبات الآن للسودان. يعني من خلال حديثك يجب أن نجتهد في تطبيق هذه المطلوبات باعتبارها لنا قبل أن تكون لأمريكا. طبعا نحن في كل مرة نذهب إلى الخارج نبحث عن الحلول، وننسى ونغفل أن ذات الحلول التي نبحث عنها خارجيا كان يمكن لنا أن نتوفر عليها داخليا. طيب الآن انتقال السودان كما وصفه غوش من محور الشر إلى محور الرياض، هل أتاح فعليا للسودان فرصة كبيرة نحو الانطلاق؟ بالتأكيد. طبعا السودان بالأصل لم يستفد من علاقته بإيران، وبالعكس هي بعدت بينه وبين دول الخليج، الدول الأقرب إليه والأكثر رحما والأكثر قربا. اليوم اقتراب السودان من دول الخليج أتاح له مساعدات اقتصادية كبيرة، أتاح له فرصة أن يكون جزءا من محوره العربي. تعلم تماما أخي حسام أن المملكة العربية السعودية ودولة الأمارات وقطر وسلطنة عمان كلها كان لها دور كبير في أن يرفع العقوبات الأمريكية عن السودان، ومن ثم فإن السودان حقق انعطافة كبيرة باقترابه من المحور العربي، واتقى شرورا كثيرة بقطع علاقاته مع المحور الإيراني، لأن إيران كانت تسمى أصلا محور الشر. اقترابنا من إيران ربما هو الذي وضعنا على قائمة الدول الراعية للإرهاب. اليوم نحن نقترب من المحور العربي،
ابتعدنا عن محور الشر ونكاد ننفتح اقتصاديا، نكاد ننفتح على عالمنا العربي جغرافيا، نكاد ننفتح حتى دبلوماسيا. اليوم الرئيس في دولة الامارات العربية، الزيارات اصبحت متقاربة. الامارات قبل فترة قريبة سلمتنا نحو 400 مليون دولار وديعة لاستقرار عملتنا. الاستثمارات السعودية في السودان بلغت نحو 11 مليار دولار. كل هذا تحقق بفضل الاقتراب من المحور العربي، وبالتأكيد أن السودان اختار الخيار الذي كان ينبغي عليه أن يختاره سابقا. طيب الآن السيد صلاح قوش تحدث على أهمية الإعداد الجيد حتى لا تضيع هذه الفرصة منا، وهي فرصة رفع العقوبات المفروضة على السودان. في رأيك كيف يتم الآن تحقيق ذلك لكي لا تضيع هذه الفرصة؟ طبعا حديث قوش في محله تماما. تعلم أنه رفع العقوبات أمهلنا 6 أشهر، من بعد 6 أشهر إما أن ترفع كليا وإما أن تعود مجددا لتطبق كليا. في فترة 6 أشهر هناك اختبار على المحاور الخمسة التي اتفقنا عليها وتعاهدنا عليها، كذلك من الاختبارات التي سننال عليها درجات بنهاية فترة 6 أشهر. ما أنجزنا في حقوق الإنسان، وما أنجزنا في الحريات، وما أنجزنا في الوفاق الوطني، وما أنجزنا في الحوار الوطني، وما أنجزنا في التداول السلمي الديمقراطي، كل هذا ينبغي أن يعيه أهل السودان جيداً.